اوكي سو بالنسبه لهذه الجمعه شفتوا الاكزرسايز اللي كنتوا تعملوا مع التشالنج وبدي تحضروا لي كمان كل واحد منكم طولوا بير هاندز. بير هاندز اللي هو يعني بلا وابنز بس بالايدين. فانتوا طولوا اللي بدكم اللي بتحبوا تعملوا اعملوا وبعطوا لنا على الجروب وانا بزعل بعمل كومنت عليه وبرد عليكم برايفت.